السلام عليكم متابعي قناة حديقتي ديفي. نقدم لكم هذا اليوم هذا المنزل الصغير والبسيط الخاص بالسلاحف الذي قمنا بإعداده من المنزل وبمواد بسيطة متواجدة داخل البيت داخل المنزل كما تشاهدون. طبعا هذا المنزل البسيط معد بالخشب وكذلك ببعض القنوات. هذا كما قلنا هذا المنزل البسيط هو منزل خاص بالسلاحف داخل البيت لكي لا يخرجوا ويذهبوا لأماكن قد لا نجدهم فيها مثل المطبخ أو البيوت. كما تشاهدون سلاحف صغيرة هناك، ثلاث سلاحف، سلحفة صغيرة هي بالداخل في هذا المكان. إذن هذا المنزل البسيط سأشرح كيفية إعداده. إذن الطريقة هي طريقة سهلة كما تشاهدون. هذه عبارة عن ألواح خشب يعني متوفر في المنزل. كان لدينا خشب متنوع كما هذا، هناك أخشاب عديدة، هنا قطع من الخشب مختلفة كما هذه القطعة، هذه القطعة هي قطع مختلفة وطبعا غير متشابهة، يعني كلما كانت القطع متشابهة يكون أحسن. وهذا المنزل هو منزل غير نهائي، يعني لا زال يحتاج إلى طلاء، يعني صباغة أن تكون باللون البني أو اللون الأسود حسب الاختيار. طبعا كما قلت وضعنا خشبة كبيرة أسفل ثم خشبات في الجوانب، واخترنا الشكل أن يكون على شكل مستطيل. كذلك وضعنا هنا هذه دوائر لقنوات، قنوات متوفرة، ثلاث قطع بأحجام مختلفة لأن لدي ثلاث سلاحف هناك، الأولى ها هي والثانية هناك والثالثة في هذا المكان. كذلك أخذنا قطعا من اللوح وضعنا هذا المكان حتى يختبئ فيه من الشمس، ثم أخذنا هذا الغصن من الشجرة، هذا غصن مثقوب من الداخل، مثقوب من هناك، ممكن أن تدخل فيه السلحفات الصغيرة، السلحفات الأصغر حجما من هاته. هذا الغصن هو متوفر يعني في الغابة، حضرته من الغابة، غصن لشجرة الفلين، البلوط الفليني، وثبتها بمسامير مسمارين. كذلك مكان شرب الماء وضعت هذا الغطاء، غطاء لقنينة أو لأحد الأوعية القنينات الكبيرة. ثم وضعت هذه الرمال، هي رمال للبحر، ممكن استبدالها بالرمال أو بالتربة، تربة السوداء أو تربة الفلاحة أو تربة الرملية، وتجنبوا التربة الطينية لأن إذا تبللت بالماء ستتسخ كثيرا وستجنبها بشكل معها. ثم وضعت بعض النباتات العادية التي لن تستمر كثيرا، هي ستموت قريبا، ممكن أن أزيلها وأضع نباتات خضراء أخرى أو نباتات صناعية أو بعض الشجيرات الصغيرة لتدوم وتصبر للحرارة كالصباريات، ممكن أن تضع في هذه الجانب أحد الصباريات أو الأوليفيرا. ثم ممكن أن تضع في هذا المنزل بابا صغيرة على هذا الشكل مثلا،
تقطع الخشب من هناك وتترك مجالا للباب يفتح ويغلق. هذا باختصار المنزل الصغير والبسيط الذي أعددته بالمنزل، ومن المكونات الموجودة بالمنزل، وهي خشب مختلف الأحجام وذو استعمال سابق، وكذلك قنوات، ثم قطعة من غصن شجرة وغطاء لإناء. نتمنى أن ينال إعجابكم، وبالتوفيق إن شاء الله. إذن هذا باختصار فيديو الذي قمنا فيه بصنع منزل. تشاهدون أن تتمشى بكل حرية داخل صندوق، يعني ليس بحجم صغير وبحجم متوسط، وجيد ومناسب للسلاحف، ولن يكلفكم شيئا. أنا شخصيا لم يكلفني شيئا، فكل هذه المواد متوفرة بالمنزل. يعني لو قمتم باقتنائها لكان أحسن. طبعا سيكون الخشب جديد، وتكون يعني كل الأمور جديدة. يكفي في الأخير عند الانتهاء من هذا صباغته وطلاؤه بلون يناسبكم أو يعجبكم، مثلا كاللون البني أو الأبيض أو الأسود. أنا لم أقم بطلائه بعد. تحيات حديقة تي في، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم على تتبعكم، وإلى اللقاء.